السلام عليكم أصدقائنا، اليوم قرارات السياحة راح يقدم لكم فيديو جديد ممتع. ظاهرة فيزيائية فوق جبال أراكاز. كثيرا سمعت عن هذه المنطقة لكن ما كنت أقدر أوجدها. اليوم اكتشفنا هذه المنطقة. المنطقة هذه عبارة عن منطقة حسب ما يقولون خالي من المجال المغناطيسي. الظاهرة هي انه شو، احنا بالسيارة هسه راح اخلي السيارة بوش ونصور لكم اياها ومنطقة مرتفعة. طبعا السيارة راح تمشي بعكس الاتجاه، يعني نصعد المرتفع واحنا في حالة بوش. راح اصور لكم اياها حتى تتعرفون عليها. اوكي، ابقوا معنا وتابعونا الفيديو للاخير. شوفوا السياره بدات ترتفع، الجير في حاله بوش. لا تنتبهون، السيارة بحالة بوش واحنا جايين نرتفع. هذه هي الظاهرة. هذه المنطقة راح توقف بنص الشارع وبحالة بوش. طبعا ارجوكم ان تثقوا بالظاهرة، يعني ما عندي بيها مصلحة، مجرد دنقول حتى السواح يكون عندهم على يكون على يقين فيما لو زاروا هالمنطقة يشوفوها ويتعرفوا عليها. هنا هذه إذا ارتفعت هالشكل تشوفون الأرض هي ارتفع، راح توقف في منتصف الشارع وتشوفوا شلون السيارة. شوف هذه السيارة الأمام نفس الحالة، اللي هذه السيارة هذا شوفوا ده يصعد. بس احنا راح نجرب الظاهرة. شوفوا هذه محاولة أخرى، هذا الجير، هذا الجير على البوش. أوكي، أردو نكاري نكاري شار ناكي. أوكي، هسه دي يطلع على البق. هذا البوش، هذا الجير بوش يا شباب. اوكي، هذه هي الظاهرة اللي طالما حبيت ان اعرضه عليكم. اذا حبيتوا تزورون هذه المنطقة وتشوفون هذه الظاهرة بنفسكم حتى تتأكدون من صحتها، بامكانكم الاتصال بأرارات للسياحة على الرقم المعروض اسفل الشاشة. كان معكم هايك دانيال من أرارات للسياحة.